العسكري أيوب سباعي بمدينة عين والمان جنوب ولاية سطيف عاشت بدورها هذه الفاجعة بعد بلوغها خبر استشهاد ابنها ذي 27 سنة. العسكري الشهيد أيوب التحق في سن الزهور بصفوف الجيش الوطني الشعبي ويحمل مسؤولية على والدته ويتكفل بتزويج إخوته البنات، وقد كان في بيته العائلي قبل أيام في عطلة مهنية. والدة الشهيد أكدت في حديث مع قناة زير نيوز أنها طلبت من ابنها البقاء لأيام أخرى لإتمام نصف دينه، لكنه أصر على الالتحاق بمنصبه في ولاية بشار بالجنوب. ويجعل الفهم الجنة يا رب العالمين. يا رب يا فيديو راح حدثني وكلش وقال لي بقاي على خير ما في الليل وراح بالسليمة. قلت له روح وليدي بالسليمة واسمعني واسمع انت وليدي. وقال لي وليدي وليدي العاقل وليدي وليدي ما تبكيش عليا. قال لي وليدي ما تبكيش عليا ونظريني من داري وليدي. قال لي هكا يا حبيبي خبيري دبي خبيري كنت راه على بالي قلت له ما تروحش كواد حتى للحد دير روطار. قال لي ما نديرش ماروطار نروح نروح مروح ليله ولا غدوه مروح بالاربعاء مروح بالخميس مروح. قلت له روح وليدي طريق الخير هذه هي اللي تفرقنا عليها وليدي. كان نهار الحيط شراح نهار الحيط شراح ديما راه هو صاحبه في الليل مسكين عند 8 تاع الليل وفي الاخر راح ركب في الكار من سان تي في من سان تي في ركب البوفاريك من بوفاريك وليدي هذا هو وليدي العاقل وليدي ظريف وليدي وعل وكيل وعل مسكين وليدي وعل طار في السلاطه. الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه ويوسع عليه وليدي الله يرحمه ويوسع عليه وليدي الله يرحمه ويوسع عليه وليدي حبوا الناس كل يموتوا ليه وكل أصحابه كل يروحوا.